عليكم ورحمة الله. أنا بنت يمنية أهتم ببشرتي ومظهري، أحب التسوق، الحفلات، السفر. أتابع الجديد في عالم الموضة والجمال. أقف أمامكم بكامل أنوثتي، حالي كباقي النساء. اهتمامي بمظهري ولبسي ما منعنيش أني أكون أمل مدهش ضابط الشرطة برتبة نقيب. طيب لو كنت كلمتكم في البداية أني ضابط وطلبت منكم تقيموني، هل كانت نظرتكم لي بتختلف؟ أكيد بتختلف، لأنه في مثل أنه من دخلت الشرطة تصبح مسترجلة. هذا الكلام مش صحيح، ولا هي قاعدة. أنا عندكم واحدة من الشرطة النسائية، عايشة حياتي بشكل طبيعي ومعتزة بأنوثتي وسعيدة جدا بحياتي الزوجية ولله الحمد. جيت اليوم أكلمكم عن هذه المحاور: تجربتي في مجال الشرطة، تجربتي في مجال الرياضة، أهمية وجود الشرطة النسائية التي تقوم بها، التدريبات التي تلقاها الشرطة النسائية تتناسب مع تكوينها البيولوجي، ومعاناة الشرطة النسائية. أحكي لكم تجربتي في سلك الشرطة. العمل في جهاز الشرطة كان من وأنا صغيرة، تعلمت من عملي قوة الشخصية والشجاعة وقوة التحمل، كيف أتصرف في المواقف اللي تواجهني سواء في حياتي الشخصية والعملية. هذا الشيء خلق عندي روح التحدي عشان أثبت أنه مش صحيح أن المرأة لا تنفع في سلك الشرطة، وقررت أنافس زميلي الرجل في جهاز الشرطة. تميزت في كل المراحل اللي مريت فيها، سواء عند التحاقي في مدرسة الشرطة أو كلية الشرطة أو أكاديمية الشرطة، وبحمد الله كنت الأولى على دفعتي في كل المراحل. آخرها كان حصولي على المركز الأول في أكاديمية الشرطة، دبلوم تمهيدي ماجستير. وهنا كان لي قصة. دخلت الأكاديمية أنا وثنتين من زميلاتي، وأول ما دخلنا الأكاديمية كانت كل الأنظار موجهة نحونا، وكأنه وجودنا في الأكاديمية شيء غلط، وكانت دائما أسماءنا نهاية الكشف. كنت مش عارفة ليش دائما نهاية الكشف، بالرغم أن احنا في نفس الرتبة مع بعض الضباط. هذا الشيء كان يضايقني كثير. بدأت مشواري وقلت بإذن الله بيجي يوم ويتغير ترتيب هذا الكشف وبكون رقم واحد. ومرت الأيام، بحمد الله تغير ترتيب الكشف وطلعت أمل مدهشة الأولى على الدفعة. لكن عملي ما منعنيش أني أمارس الرياضة. صحيح أن المرأة اليمنية الآن تمارس عدة ألعاب زي التنس، طائرة، ألعاب القوى، إلا أني حبيت لعبة مميزة وهي الرماية. تعلمت من الرماية قوة التركيز، قوة التحمل، وكيفية الوصول للهدف. بدأت أمارس الرماية من 2008، وبحمد الله أصبحت بطلة الجمهورية في رماية رماية البندقية، سواء الرماية الأولمبية أو الرماية الحية. طبعا لي الشرف اني من مؤسسي لعبة الرماية الأولمبية في اليمن، وافتخر اني لاعبة المنتخب الوطني للرماية. شاركت في عدة بطولات سواء عربية أو آسيوية، وقيمت في الكويت، قطر، السودان، الإمارات. وبرغم قلة إمكانيات بلادنا سواء من أسلحة أو ميادين رماية أو مدربين، إلا أننا وصلنا إلى مستوى يشرف بلادنا الحبيب. للعلم في هذه اللعبة كنت أنافس زملائي الرماة قبل الراميات، وبحمد الله سجلت أرقام أعلى مما سجلوه زملائي عشان أثبت إن المرأة اليمنية متى ما قررت المنافسة قادرة أن تكسب الرهان. أشتي أسألكم سؤال: من منكم يشوف إنه ضروري يكون معانا طبيبات عشان تولد زوجته أو أخته أو أي أحد من قريبته؟ ومن مع الرأي إنه مش ضروري ومكتفيين بالأطباء؟
أنا قلت لكم هذا المثال عشان تعرفوا أهمية وجود الشرطة النسائية، لأنه إذا الشرطية مش موجودة من بيفتش زوجتك أو أختك؟ أو من بيصورها إذا فكرت تقطع بطاقة أو جواز؟ هل بتقبل إنه يفتشها رجل؟ أو يطابق صورتها إذا كانت منقبة؟ أعزائي، وجود الشرطة النسائية مهم، خاصة في المجتمعات اللي لأنه مجتمع محافظ، وهو بحاجة للشرطية زي ما هو بحاجة للطبيبة والمدرسة، وهدفها بالأخير إيش؟ حماية المرأة وصيانة خصوصيتها. وخلونا نتفق، العمل في الشرطة ما عادش مقتصر على الرجال، الآن المرأة الشرطية تساند زميلها الرجل في إنجاح العمل الأمني، وهي تقوم بعدة مهام تخصصية، وخاصة لما تكون الأنثى طرف في القضية كالتفتيش، جمع السدالات، التحريات، إلى جانب عملها في مصلحة الأحوال المدنية، الجوازات، الإدارة العامة لحماية الأسرة، البحث الجنائي، ومؤسسة التأهيل والإصلاح، مراكز الشرطة، أخيرا عملها كمدربة في مدرسة تدريب أفراد الشرطة. خلوني أشرح لكم قصة التدريب، لأنه في ناس زايدوا ويقولوا الشرطيات تدريبهن مثل الرجال، والذي يدربوه الرجال، ومن هذا الكلام؟ اسمعوا مني ايش القصة وصدق. تم تدريبنا لمدة عام كامل، تدريبات تنقسم أغلبها إلى تدريبات أكاديمية، وهي عبارة عن دراسة عدة مواد حقوقية وقانونية، مواد في التحقيق الجنائي والتحريات وغيرها من المواد. تم تقسيمنا إلى عدة تخصصات كالعمليات والأمن العام والأحوال المدنية وغيرها من التخصصات اللي يحتاجها المجتمع. كمان كنا نتلقى تدريبات ميدانية، والتي كانت تتضمن تدريبات عن الحركات النظامية وحركات الدفاع عن النفس، الاقتحامات والرماية. في الأخير خلونا نشوف الفيديو اللي بيوضح فك وتركيب السلاح، وهذا واحد من التدريبات اللي كنا نتلقاها. الشرطية لا تعارض مع تكوينها البيولوجي، ومش معقول انهم يدربوها زحف ولا صاعقة او اي تدريب قاسي مثل الرجال، لانه في الاخير لنا خصوصية واحنا نساء. وللعلم الذي يدرب دفع الشرطة النسائية هن مدربات على مستوى عالي من الكفاءة. وعشان توضح الصورة، انا واحدة من مدربات دفع الشرطة النسائية. حكاية إنه يدربوهن رجال ما لهاش أساس من الصحة، وذا الحين الذي في نفسها تلتحق في جهاز الشرطة تتأكد إنه ما في شيء يقدر يعيقها إذا كانت حابة للرجال. في الأخير خلوني أشرح لكم معاناة الشرطية بسبب عملها. أول ما يقولوا فلانة شرطية، تخيلوا كيف يكون رد الأقارب والجيران، ينظروا لها إنها خارجة عن العادات والتقاليد وإنها مش مؤدبة، ويبدأوا يدوا عليها ألف قصة وقصة. طبعا هم مش متقبلين وجود شرطة نسائية في جهاز الشرطة، ولا فاهمين المهام اللي تقوم بها الشرطة النسائية، وان وجودها في الشرطة مهم بالذات. اكبر صعوبة تواجهها الشرطية من منتسبي الشرطة انفسهم، لانهم مش متقبلين اصلا تواجد كادر نسائي انهم يساعدوا في هذا العمل، ويبدأوا يضايقوها من اول ما تدخل. في الاخير اشتي اوصل لكم ان المرأة قادرة على العمل في اغلب المجالات متى ما كان هناك حاجة لعملها، وهي مبدعة في كل ما تقوم به بما في ذلك مجال الشرطة، وبمساعدتها تم الكشف على العديد من الجرائم، والآن هي قادرة أن تصل إلى أعلى المستويات مما في ذلك المستوى الأكاديمي. وإن شاء الله بكون أول دكتورة من الشرطة النسائية وعضو هيئة تدريس، سأمارس عملي
ولن ينتقص ذلك شيء من أنوثتي.